خلال يوم الثلاثاء ستزداد غزارة إن شاء الله وتكون تحت وقع الرعود بحول الله، ستخص الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات الداخلية. بعض الأمطار المتفرقة ستخص المناطق الوسطى، أجواء صحوة على المناطق الغربية. بعض الأمطار المتفرقة كذلك على أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي، دائما درجات الحرارة في ارتفاع. خلال يوم الأربعاء إن شاء الله تواصل لتهاطل الأمطار وتكون غزيرة على المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب رياح قوية. بعض الأمطار المتفرقة وتكون تحت وقع رعود ستخص الواجهة الساحلية الوسطى، كذلك أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال يوم الخميس إن شاء الله دائما بعض الأمطار المتفرقة خلال الصباح خاصة على الواجهة الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب رياح قوية على السواحل وكذلك المناطق الداخلية الوسطى، وأجواء مستقرة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى. عدد سحب رعدية مطيرة ستخص مرتفعات الهوغار والتاسيلي.